اليوم افضل يوم في الاجازه وناخذ راحتنا صح؟ صح. السلام عليكم، حياكم. اليوم انا محمد وصاحبي عمر راح ناخذكم معنا برحله في غابات بلغراد. طبعا غابه بلغراد فيها اشجار كثيفه وفيها مناظر خلابه، نتمنى تعجبكم، تعالوا معنا. شايف جمال الطبيعة الخلابة؟ والله حلوة. شو رأيك نظن نتمشى نكتشف من أشياء؟ تتمشى؟ نتمشى يلا تعال. شوف جمال الأوراق الملونة، حلوة. حتى الأشجار أشكالها رائعة. في كمان أوراق الأشجار ألوانها مختلفة وحلوة. تعال نشوف هذيك الأشجار اللي هناك. كيف بنطلع من هنا؟ عادي نزل راسك وشوي شوي حتى لا تتأذى من الأشجار. شوف هاي الأشجار، بتيجي الشمس من هناك بتطلع إشي حلو، حتى تعطيها منظر ولون جميل. جميلة جدا هذه الغابة. تعال نشوف هاي الشجرة شكلها واقعة، هاي مقطوعة أغصانها، كأن في حيوان ساكنها صح؟ أعتقد هو كأنه إنه في حيوان ساكن داخلها صح. تعال لا تخاف، تعال شوف هاي انقطعت أغصانها ووقعت الشجرة، فالحفرة عايش فيها إشي صح. طب تعال نشوف هذيك الأشجار المائلة. تعال نشوف، انتبه لا توقع. انتبه من الشوك، انتبه في أشواك كثير هنا. الآن هذه بتكون يعني سندت عليها شجرة أخرى وطاحت، سندت على الشجرة الثانية صح. بس بتتحرك مو ثابتة صح. تعال نشوف هذه المنطقة، شوف هاي كيف مستندة مثل وكأنه باب طابر منه صح. هذه مستندة ومكسورة وكأنها بوابة. الطريق هون صعب، نزل راسك وابط. الحين كيف نخرج من هذه؟ يا الله عادي عادي. هذا الغابة فيها أشياء غريبة جدا بس حلوة. تعال نشوف هذه الأشجار. شوف هذه الشجرة كيف؟
انتبه لا توقع. يلا عادي. هذا يشوف أغصانه حتى مقطوعة مكسورة من هناك، تعال نشوف هناك. يا الله ما أحلى الغابة. شوف هذه كيف، هذا جذع صح؟ هذه شجرة. نطلع من هنا. يلا نطلع من هنا. شوف هذه الأشجار كيف طايحة. يا الله ما أحلاها. جميل هذا المنظر. شوف هنا كمان في شجرة طايحة، كأن في حيوانات ساكنة صح؟ أكيد في حيوانات من اللي ساكنة هون تتخبى هون. صح. صوت سقط الأمطار. شوف هنا. لحظة يا عمرو، وكأنه في طريق من هون، تعال نشوفه. صحيح، شوف آثار علامة السيارات، وكأنه بيمهد لنا لطريق لهون. صح، خلينا نكمل الطريق. شوف الأشجار هذه اللي متلاصقة ببعضها كيف جميلة. اوف، هاي الساحة وكأنه نقطة نزول أشعة الشمس عليها. شوف كأن في سيارة راحت من هنا. حلو كثير الطريق، الشمس كمان عكسه. كأن الطريق ممهد هنا للسيارات والناس اللي يجوا هنا صح؟ اعتقد هون مكان الجلوس والشواء. صح، شوف الأشجار هذه اللي متلاصقة ببعضها البعض، والشمس كمان منعكسه علينا. صح والله. اوف الطريق ما احلاه، بين الاشجار تمشي هيك يظن راحة نفسية. صح، حتى شوف اثار علامة السيارات، وايضا اسمه الاشجار المتلاصقة ببعضها البعض. والشمس كمان عاكسة هون. صح. يا ربي احنا قبل شوي شفنا بقر وحابين هيك نعرف شو قصته ونسال الراجل. ne istiyorum burada? Biz kurbanda kurban için aldık bunları, kurbana besliyoruz. Evet. Kemalburgaz İstanbul, Kemalburgaz'da nikabet ediyoruz, oturuyoruz İstanbul, Kemalburgaz'da. Tamam, tamam. Evet. Teşekkürler. Bir şey değil. يقول لك انه جايب، يقول انه جايب هون البقر حتى ياكلوا من اشجاره اللي في الغابه ويشربوا من المي حتى يحصلوا على تغذيتهم اليوميه، وبعدين بيرجعهم على مكانهم. شكرا على المعلومه يا محمد. تعال نطلع شوي على البقر. يلا. تشكرا رابي. تعال. شوف ما احلى هذا البقر. تعال يا عمرو نحاول نقرب على البقر نشوف اذا بتبعد ولا لا. شوي شوي حتى لا تخرب. طافي.
yariyappa yaripari yariyappa yaripari yarappa yaripari yarappa yaripari yariyappa. شوف هذه الصخره يا محمد. هذه ايه طالع عليها نباتات كمان، وهذا يعني انه هذا دليل انه لها من زمان هون. شوف صخرة وطالع عليها نباتات، وفي هذا مثل اشي اغلب ما بعرف شو هو. هذه طحالب يا محمد، بين لها زمان هاي الحجرة. صح. شايف يا عمرو هذا البير؟ هذا البير تتساقط عليه الأمطار وتتخزن، ومن بين هاي الفتحات تروح هاي الأمطار على بحيرات، بعدين تتوزع على كثير من المدن منها إسطنبول. وهذا البير أصلاً من عصور رومانية. المياه لما تتجمع هون وتدخل من هاي الفتحات تتجمع ببحيرة تتوزع على الكثير من المدن في تركيا، ومن أهمها إسطنبول. شكراً يا محمد على هذه المعلومة. تعال شايف ما أحلى هذا البير، وفي هون درج تقدر تنزل. صح، حتى البير شوف عليه طحالب كثير وعميق جدا، والفتحات أيضا كثير. دير بالك لا توقع. تمام. كيف يا عمرو هذا طريق، هذا مجرى المياه. شوف شكله حلو حتى كيف يصير النهر لما يكون تحته. عميق عميق. شايف يا عمرو ما أحلى هذا الجدول. صح. شايف هذا الشجرة يا محمد؟ أي هاي؟ هذه أيوة. مالها؟ شوف هذه كيف طالع جذورها من تحتها، وأيضا لو تلاحظ أنها ممكن تطيح في أي لحظة. هذا الجو النقي الجميل أعطاني فكرة رهيبة. سباق ركض؟ لا، سباق مشي. كيف؟ مشي بدون ركض. تمام. جاهز؟ أنا جاهز. جاهز؟ يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. سامع هذا الصوت ما أحلى؟ أيوة، هذا فصل الخريف. شايف ما أحلى الطبيعة؟ جدا خلابة، حتى مناظر الأشجار مذهلة. ضوء الشمس لما يجي بين أوراق الأشجار
شو رايك يا عمرو افرجيك هاي الشجره؟ حلوه وحبيت افرجيك اياها، تعال نشوفها. صح كبيره جدا وكانها الشجره العملاقه في الغابه. شوف حتى ما اكبر اغصانها وما اكثرها، الاغصان مترابطه بشكل حلو. تعال نشوفها، مبين عليها قديمه كثير. تعال نشوفها من هنا، شوف كيف شكلها جميل جدا، شوف كيف مترابطه ببعض الاغصان، كونوا شجره والله كبيره. حلوة. شوف هذاك الغصن، هذه كمان متساقطه منها، لانه تراقب انه هاي الاغصان نفس النوعيه اللي هون. صحيح متساقطه منها. تعال من هنا نشوف. عمرو، ها في نهر. هذا جدول يا محمد، مو نهر. شايف يا عمرو هذا الجدول؟ أكيد له بداية، شو رأيك نروح نشوف من وين بدايته؟ أوكي تمام يلا. راح نضلنا ماشيين على طول هذا الجدول ونشوف وين نهايته وين بدايته. تعال قصدك نقطع على هاي الأخشاب؟ ايه فوق النهر؟ ايه ندير بالك من فوقها. سامع صوت المي ما أحلى؟ صح. شايف كيف طحنا؟ تعال نمشي بين الأشجار. تعال يلا. حتى نشوف وين هاي نهاية هذا النهر. صح. وين منبعه. انتبه في حشرات كثير. أنا منتبه. من كثافة الأشجار ما نقدر نمشي. شوف كيف؟ في حشرات كثير. يا ربالي يا ريبا يا ربالي يا ريبا يا ربالي يا ريبا يا ربالي يا ربا يا ربالي يا ريبا يا ربالي يا ريبا يا الله ما احلى هاي الغابة. شو رايك نيجي من هون نشوف شو فيه؟ يلا تعال. والله انا حبيت هاي الطبيعة الخلابة وغابة حلوة. هذه الغابة مناسبة جدا لانها لان تكون يعني منظر جميل في هذا البلد الرائع. يا ربالي يا ربابا تعال نشوف شو فيه هون. الطبيعة الخلابة نعمة من عند الله. صح. شايف ما أحلى صوت الورق هذا؟ أيوه هذا فصل الخريف. الله الغابات حلوة، ضوء الشمس حلو. حتى شكل الأشجار حلو جدا. إحنا ما نسمع هذا الصوت إلا بس نيجي الغابات، لأنه في الشارع لما نروح المدرسة ما نسمعه بسبب وجود الأرصفة. صح كلامك. يا ربالي يا ريبا يا ربالي يا ريبا يا ربالي يا ريبا يا ربالي يا ربابا
يا رب باري يا رب باري يا رب باري يا رب باري. احنا هسه بغابات بلغراد، بلغراد تقدر انك تستأجر انت حصان وتمشي فيه، ويعني شعور جدا حلو. بالبداية ممكن تخاف انك تركبه، بعدين حلو. الخيول حلوة وجميلة، ويعني هي وسيلة للتنقل، وفعلا شعور جدا حلو انك تركب. الخيول حلوة جدا ولها خواص متعددة. شعور جميل انك تركب الحصان، فعلا انه وسيلة نقل جميلة. هسه لفينا بغابات بلغراد وكانت وسيلة حلوة. بداية كنا خايفين نركب، وبعدين الحمد لله كان حلو. فأتمنى من كل اللي بيجي بلغراد يجربها. وهيك بتكون انتهت رحلتنا في غابات بلغراد. نتمنى تكون عجبتكم الرحلة، ومع السلامة. مع السلامة. Yari pari, yari papa.